الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم، الله اللهم عليه ارض وسلم. عنا وعن شيخنا وعن والدينا والحاضرين والمسلمين، امين. قال في مسند احمد رحمه الله، وما زلنا مع مسند سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه رضي الله انه عنه. قال حلفت بالله العزى، لا إله إلا الله. فقال اصحابي قد قلت هجرة، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فقلت إن العهد كان قريبا وإني حلفت باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ ولا تعود. الله، هذا إسناد صحيح عشرة شيخين، أخرجه ابن ماجه وابن حبان والترجمة ابن آدم بهذا الإسناد، أخرجه ابن أبي شيبة والدورقي والبزار وأبو يعلى وابن حبان، طرق إسرائيل عن إسرائيل به، خرج النسائي في المجتمع يوم والليلة من طريق زهير بن معاوية، والكبرى والليل واليوم والليلة من طريق يونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، وله شاهد من حديث أبي هريرة من حالفة فقال في حلفي ولات فليقل لا اله الا الله، من قال صاحبي لصاحبي تعالى اخامرك فليتصدق. وقال الخطابي الامين انما تكون بالمعبود المعظم، فاذا حلف بلات ورحمه فقد ضاه الكفار، فامر ان يتدارك بكلمه التوحيد. قال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر، ومن قالها جاهلا او ظاهرا يقول لا اله الا الله ويكفر الله عنه ويرد قلبه من السهو، يرد قلبه من السهو الى الذكر ولسانه الى الحق. حقيقة من حلف باللات والعزى ولا يقصد حلفا ولا قسما ولا تعظيما للات والعزى، ولا انه اذا عورض بالحلف لله جل في علاه او عرض عليه ان يحلف باللات فيرتجف او يحلف بالله فيتساهل، هذا كافر، هذا كافر. لكن من قال ولات العزى اما اثرا واما قالها هكذا بجهل منه، فهذا الذي يقال له كفر عن ذلك بقولك لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والقسم لا يكون إلا بالله بذاته المقدسة أو بصفاته العلى أو بأفعاله. قال ثم انفث عن يسارك ثلاثا، وهذا للشيطان لأن الشيطان هو الذي يجره إلى ذلك. وتعوذ ولا تعود، لا تعود لمثل هذا، والذي يدور في رأسك ليس فيه ثمة صلابة عليه، بل هو واهن من كل جماعة. تفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل ابن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبيه متعبدا مش متساهلا، يلينا لحظة بس، من حلف بالله والعزة معظما متعبدا يكون كافرا ليس تساهلا. قال عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أُتي بقصعة من ثريد فأكل ففضل منه فضلة، فقال يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة رضي الله عنه. قال سعد رضي الله عنه وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فطمعت أن يكون هو، فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكلها. الله أكبر، وهذا إسناد حسن. نعم ماشي. قال حدثنا ابو الصمد قال حدثنا ابان قال حدثنا عاصم ذكر معناه الا انه قال فمررت بعويمر بن مالك رضي الله عنه. ومؤمل بن اسماعيل كان حفظ قد تابعه هنا عفان بن مسلم وهو من ثقات رجال الصحيحين، الاسناد حسن في الناحيتين. وفي انه اوتي مثلا بقصعه من ثريد فاكل فصل ففضل منه فضله، قال يدخل من هذا الفج رجل من اهل الجنه ياكل هذه الفضله. هو يقول تركت اخي عويمر ابن ابي وقاص على انه سياتي ياكل النبي صلى الله عليه وسلم. والمساله اخوتي الكرام ليس الامر على الحرص، الامر على القدر، ليس الامر على الحرص ولكن الامر على القدر، ما قدر الله لابد ان يكون، ما كان احرص الناس على شيء قد لا يصله. رايت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا اعطي ان رايت غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله اشربت الاعناق حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ما قدر الله كان، شوف علي بن ابي طالب ما كان يذهب بمخيلته قط ان يرفع الرايه، وكان مريضا يشتكي عينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب؟ قال له يشتكي عينه، قال اتوني به، فنبت في عينه ثم قال بسم الله اغزو في سبيل الله الى اخر الحديث. الغرض المقصود هو انتظر عويمر ياتي فياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال ان اللي هياكل من اكل هذه الفضله هو من اهل الجنه. قال يدخل من هذا الفج رجل من اهل الجنه. وشوف قدر الله حاكم.
فسعد ينتظر أخاه، فدخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذه فيها الدلالة على أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، يعني غير العشر المبشرين فيهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيهم عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام يعني مثلهم، يعني مثل العشرة، فهو مبشر لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة. ولما رأى الرؤيا أنه تمسك بالكتاب قال تموت على الإسلام، وهو تمسك بالحبل إلى السماء قال له إنسان تموت على الإسلام، وهنا بشره بالجنة، فهو من المبشرين بالجنة. نعم. نعم أجمل. رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا أسامة، قال يعني ابن زيد، قال حدثنا أبو عبد الله الحراز أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة رضي الله عنهم جميعا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة، وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة، ومثله معه إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وأحد صحيح أسناد حسن، أسامة بن زيد والليثي حسن الحديث، وباقي رجال وثقات رجال الصحيح، عثمان بن عمر وابن فارس العبدي وابو عبد الله القراص، والحديث اخرجه الدرقي والبخاري في التاريخ الكبير، وابو عالى من طريق عثمان بن عمر بهذا الاسناد لم يسق البخاري لفظه، واخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن موسى عن اسامه بن زيد الليثي، وهو ايضا كثير التكرار، فهو في المسند في اكثر من موضع. هنا القول عند سعد بن ابي وقاص قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك اهل المدينه في مدينتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينه كما دعا ابراهيم لمكه، ودعا الى ان يجعل الصاع كصاعين ضعفي البركه، ولذلك قال: بارك اللهم بارك لهم في صاعهم، بارك لهم في مدهم، وقال: اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك، واني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك أهل مكة وإن سألك أهل المدينة. شو بيتوسل بما توسل به الآخرون، يتوسل بعطاء الله للفعلاء واستجابة الله لإبراهيم عليه السلام، فتوسل الإنسان بذلك، لا أنه توسل بالمكانة أو العبادة أو القرآن، لا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وتوسل بأفعال الله جل في علاه باستجابة لإبراهيم عليه السلام، فدعا: اللهم بارك في المدينة، وبارك في صعيها، وفي مدها، وبارك لنا في طيبة. نعم. وقال ان ابراهيم سال اهل مكه، واني اسالك اهل المدينه كما سال ابراهيم لاهل مكه، ومثل ان المدينه مشبكه بالملائكه، وهنا بين المدينه، ما المدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينه تخلد لهم لو كانوا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليموت في المدينه، فاني شفيع وشهيد لمن مات في المدينه، وبين فضل هذه المدينه يأرز اليها الايمان كما تأرز الحيه الى جحرها، وقال: المدينه كالكيس تنفي خبثها، ولذلك الذي لا يستطيع ولا يتحمل لأواءها ولا يجلس فيها يخسر كثيرا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة مشبكة بالملائكة، ملائكة على أنقاب المدينة، حطون المدينة، من ملكان يحرسان لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ولذلك الدجال عندما 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 يعني يدعي النبوة أو الربوبية يأتي إلى المدينة لا يستطيع الدخول، حاول الدخول لا يستطيع الدخول، الملائكة بسيوفهم سلطة، فوقف فارتجفت المدينة أكثر من رجمة، فأخرجت المنافقين منها، أخرجت المنافقين منها، ولا أحد يقول لي: طب يعني المدينة والخير اللي فيها، قلت: المنافقون فيها كثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل المدينة منافقون لا تعلم نحن نعلم، سنعذبهم، قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى العذاب القليل، فيعذبهم الله مرتين ثم يردون إلى أشد العذاب، والله على كل شيء قدير. قال: المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أراد بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حتى حمى يثرب دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها في الجحفة، الفوائد المستنبطة: جواز التوسل بأفعال الله جل في علاه، فضل إبراهيم عليه السلام، لا يغني حذر من قدر، والحرص لا يستجلب الأقدار، ما قدره الله لابد أن يكون، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال قابلك فليتصدق،
سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا أتت به. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.